خرجنا منذ الصباح في سبيل الله عز وجل لا نبتغي سوى مرضاة الله عز وجل وإن أصبنا فالله قد كتب لنا ذلك وإن استشهدنا فبها ونعمة ونحن نرغب إن شاء الله في الاستشهاد في سبيل الله فقضاء الله عز وجل نافذ لا محالة نحن خرجنا منذ الصباح في سبيل الله عز وجل لا نبتغي سوى مرضاة الله عز وجل وإن أصبنا فالله قد كتب لنا ذلك